بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في قناتكم ويبتك. اليوم هنتكلم عن برنامج بيعمل زي سيميوليشن لبرامج الأندرويد على الكمبيوتر. يعني بيبقى عندك على الكمبيوتر بتاعك نظام ويندوز، نظام تشغيل ويندوز، وفي نفس الوقت أنت بتنزل نظام تشغيل محاكي لنظام أندرويد، تقدر تشغل كل البرامج اللي بتشغلها على الموبايل على جهاز الكمبيوتر. اسمه بلو ستاكس، بتدخل عليه وبتعمل تحميل. هننزل انستجرام. انستول. نعمل اوبن. لوجين. هكذا اقدر اعمل اللي انا عاوزاه. جوجل ماب. وين لما احدد اللي انا عاوزاه من مكاني، عايز اقول مثلا اروح فاتح جامع، نقول له تمام، start اللوكيشن، my our location، allow. اوكي، فبيجيب لي الأماكن، أركب إيه عشان أوصل لمسجد الفاتح. أفترض مثلا هاخد المترو، أقول له أوكي هركب المترو من المحطة، وأنزل يوسف باشا، وأمشي 20 دقيقة لحد المسجد. تقدر تحدد اللي انت عاوزه، تنزل اللي انت عايزه، تتعامل مع الكمبيوتر كأنك بتتعامل مع الموبايل. وطبعا ده هيبقى مفيد في حالة الشرح يعني، وفي نفس الوقت لو الرامة بتاعتك اتملت، طبعا الموبايل اكيد محدود الذاكرة، يعني محدودة الرامة بتاعته، فتقدر تتعامل مع الكمبيوتر كأنه موبايل الاندرويد عليه وتشتغل من خلاله. نشكركم على المتابعة ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله، وإلى اللقاء. كانت معكم سحر زكي.